بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، اليوم سنتأمل طريقة عجيبة جدا لتكاثر هذه الحشرة. هذه الحشرة أيها الأحبة، انتبهوا معي، لا تستطيع البيضة أن تتغذى لأن الأم تموت بعد أن تخرج هذه البيضة، وبالتالي من الذي ضمن لهذه البيضة غذاءها أيها الأحبة؟ طبعا قبل أن أكمل يجب أن نضع في ذهننا قول الحق تبارك وتعالى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق هذه المخلوقات ولكن لم يتركها هكذا، هداها إلى الطريق الصحيح. انظروا معي أيها الأحبة، هذا هو الدبور الجوهرة، حشرة لونها أخضر رائعة جدا، تحفر حفرة أشبه بنفق ثم تذهب إلى هذا الصرصور. انظروا أيها الأحبة إلى عجائب خلق الله، تريد أن تضع البيضة على جسد هذا الصرصور لتتغذى عليه، ما هو العمل؟ يجب أن تجبره على طاعتها. هذه زودها الله بمادة تستطيع أن تحدث غسيل دماغ لهذا الصرصور. انظروا، تلدغه اللدغة الأولى فتشل حركة الأرجل الأمامية، ثم تدخل إبرتها في عنقه باتجاه الدماغ، يجب أن تحقن المادة في دماغه مباشرة، لذلك هي جراح ماهر. انظروا هنا أيها الأحبة، انظروا معي فقط، دققوا هنا، هذه المنطقة هذه رقبة الصرصور طبعا، وتحقن المادة مباشرة إلى دماغه، هذه المادة سوف تجعله عبدا مطيعا لها. احتار العلماء، احتار كيف تستطيع حشرة صغيرة وجدت على الأرض قبل مئات الملايين من السنين أن تفعل هذه التقنية المعقدة. انظروا أحبتي في الله، الآن تحقن دماغ الصرصور، انظروا هنا، انظروا أحبتي كيف أن إبرتها توجهها إلى إذا عنق الصرصور وتدخلها مباشرة في المنطقة المحددة من الدماغ. سبحان الله، والله العقل لا يكاد يصدق أن هذه الحشرة ناجحة أكثر من أي جراح دماغ في العالم. تدخل الإبرة هنا وتحقن المادة مباشرة في دماغه لتتحكم بسلوكه فيما بعد. انظروا أحبتي في الله، الآن تحقنه وهو بدأت هذه المادة تسري في دماغه. هذه المادة أحبتي في الله ما مهمتها؟ لو قتلته لا تستفيد منه شيئا، هي تريده أن يبقى حيا لمدة شهر كامل، لأن هذه البيضة تحتاج لغذاء لمدة شهر. انظروا أيها الأحبة، لذلك هذه الحشرة لا تقتل الصرصور، إنما تجعله مطيعا لها، تجعله يتبع أوامرها، تعطل لديه القيادة والتحكم وردود الأفعال. تصوروا لو أن البشر يملكون مثل هذه المادة، مستحيل، سبحان الله. الآن هذا الصرصور تتعطل لديه القدرة على اتخاذ القرار، الخوف يقضي على الخوف تماما. هذه المادة إنها طبعا تعطل مستقبلات الدوبامين، مادة الدوبامين. الآن تريد أن تأخذ قرني الاستشعار، انظروا كيف هي تأخذ هذا القرن، تقضمه وتتغذى عليه وتمص دم، هذا الدم هنا لتتغذى عليه، وهو يجلس بكل بساطة ومقتنع بما تفعله به. سبحان الله، أخذت، انظروا كيف تمص الدم الذي في هذا القرن الاستشعار، مع أن الصرصور في الحالة الطبيعية يستحيل أن يسمح لأحد بهذا السلوك، يعني يموت ولا يسمح. سبحان الله، انظروا هذه المادة ماذا فعلت فعلها بهذا الصرصور المسكين الذي سيكون ضحية. انظروا إنه يمشي معها الآن، انظروا أحبتي في الله، الحشرة صغيرة
الصرصور حجمه أكبر بكثير من هذه الحشرة، أكبر بكثير. فهي لا تريده أن يسمم أو يشل أو تشل حركته، لا، هي تريده أن يبقى متحركا لكي يساعدها في الدخول إلى النفق الذي حفرته. سنرى الآن. الآن تجره من قرنيه وتدخله هنا في النفق، هذا نفق تحت الأرض هكذا. انظروا الآن، يدخل هذا الصرصور في النفق، سبحان الله، تدخله إلى أعماق النفق. ثم الآن انظروا، العجيب أنها تبحث عن أفضل مكان لوضع البيضة، سبحان الله، تبحث عن أفضل مكان. انظروا، هذه البيضة هنا أيها الأحبة، هذه هي بيضة وضعتها في مكان مناسب لكي تخرج منها اليرقة وتبدأ بالتغذي على أحشاء هذا الصرصور. انظروا، من الذي علمها؟ طب أنا أخاطب الذين لديهم عقول، كيف تفعل ذلك هذه الحشرة؟ من أين تعلمت هذه التكنولوجيا المتطورة؟ الآن خرجت، وضعت البيضة وخرجت، ولكن لكي لا يهرب الصرصور سوف تسد هذا النفق عليه لتضمن أنه سيبقى عالقا لمدة شهر كامل أو أكثر أو أقل بقليل. انظروا الآن، تأتي ببعض حطام الخشب والحصى وبعض الرمال وتضعها لتسد بها مكان هذا النفق. الصرصور الآن انحصر في الداخل وأغلق عليه، لم يعد بإمكانه أن يفعل شيئا سوى أن يستسلم لهذه اليرقة التي ستبدأ بالخروج بعد قليل، ثم تتغذى على أحشائه وتحمد الله سبحانه وتعالى. الآن سدت هذه الحجرة المغلقة، الآن البيضة بدأت قليلا قليلا تفقس لتخرج منها يرقة صغيرة جدا. هذه اليرقة، طبعا هنا تمر الأيام، هذه اليرقة التي تخرج، سبحان الله، الله عز وجل زودها بمعرفة كيف تتغذى، تتجه إلى أحشائه مباشرة، إلى الدهن الذي يحمله الصرصور، ثم تتغذى عليه. بعد ذلك أيها الأحبة، ما الذي تفعله؟ بعد ذلك تخرج لتعيد نفس ما فعلته الأم. طبعا الأم ماتت، هذه الحشرة خرجت ولم ترى أمها، ولم تشهد أمها، ولم ترى ماذا فعلت أمها. هي تذهب ببرمجتها الإلهية، البرمجة التي وضعها الله فيها، لتبحث عن صرصور. طبعا يحدث تكاثر هنا، يحدث تكاثر، وتتشكل هذه البيضة في داخل الحشرة القرمزية البنت، ثم تبحث عن صرصور جديد لتكرر نفس العمل. سبحانك يا رب، تكرر نفس العمل وتبحث عن صرصور وتقوم بنفس عمل أمها. أيها الأحبة، هل هذا إله يكفر به؟ رجاء فكروا معي، هذا الإله العظيم هو الذي وضع هذه البرمجة الإلهية هنا، هو الذي سخر لها هذا الكائن، هو الذي علمها ماذا تفعل. لذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لذلك أخي الحبيب، لا تيأس، الذي رزق هذه البيضة الصغيرة اليرقة، سخر لها الغذاء في ظلمات هذا النفق، قادر أن يرزقك إذا قلت يا رب ارزقني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا كريما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.